ولا مزيد من التفاصيل. معانا زميلنا وائل حكيم رح يحكي لنا أكثر عن حالة الطقس اليوم. صباح الخير يا وائل. أسعد الله صباحكم بكل خير متابعينا متابعي طقس العرب وبرنامج جوك. نهار اليوم تسود أجواء غير مستقرة، تتأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي، تتركز بالخصوص في المنطقة الجنوبية والشرقية، تمتد بشكل محدود نحو المنطقة الوسطى والشمالية خلال ساعات نهار اليوم، على أن تبدأ بالتراجع والاستقرار تدريجيا خلال ساعات مساء يوم الأربعاء وخلال ليلة الأربعاء على الخميس، انطلاقا من المنطقة الشمالية ثم الوسطى ثم لاحقا المنطقة الجنوبية. التوقعات الجوية للعاصمة عمان خلال نهار اليوم تسود أحوال جوية غير مستقرة، خاصة خلال ساعات ما قبل الظهيرة. الطقس جزء مع احتمال زخات من الأمطار، 14 درجة مئوية الملموسة، 13 رطوبة حوالي 75%، والرياح تكون شمالية غربية معتدلة السرعة. تفاصيل الحال الجوية المتوقعة لباقي مناطق المملكة، نبدأ بالمنطقة الشمالية. تكون الأحوال غير مستقرة خلال ساعات ما قبل الظهيرة، على أن يستقر الطقس تدريجيا خلال ساعات المساء والليل. إربد 16-7، عجلون 15-6، جرش 16-6، والمفرق 16-5 درجات مئوية. بالنسبة للمنطقة الوسطى أيضا أحوال جوية غير مستقرة خلال ساعات النهار، على أن يستقر الطقس تدريجيا خلال ساعات المساء والليل. البلقاء 14-7، مادبة 18-6، مية 24-14، عمان 14-7، والزرقاء 17-6 درجات مئوية. بالنسبة للمنطقة الجنوبية تتأثر بأحوال جوية غير مستقرة، تكون الفرصة مهيئة لهطول زخات من الأمطار. الكرك 14-4، الطفيلة 12-3، الشوبك 9-1، معان 12-3، والعقبة 20-12 درجة مئوية. المنطقة الشرقية أيضا تتأثر بأحوال جوية غير مستقرة، الأزرق فرصة لتساقط لحبات البرد 18-7، الصفاوي 18-4، ورويشت 16-4 درجات مئوية. إلى هنا تنتهي نشرتنا، نهار سعيد نتمنى للجميع وإلى اللقاء.